أين الأمل والعناء؟ طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. أين الأمل والعناء؟ ضيف أطل لك الرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غدا. الممالك الثلاث، لقاء الإخوة. تفضل هنا أيها القائد. اجلس هنا من فضلك. خائن أيها الجبان. هيا. شكرا لك يا سيدي. حاول أن تغادر هذا المكان في أقرب وقت أيها القائد، وأنا أيضا سوف أغادر من هنا حالا. انتبه لنفسك أيها الرجل الطيب. أنا وانغ تشي حاكم مقاطعة يينغ. لم أكن أعرف بقدومك وأعتذر لعدم ترحيبي بك أيها القائد.
أنا أرافق عائلة القائد ليوباي وأجبرت على المرور عبر أراضيكم، فأتيت لإلقاء التحية. لابد أن الرحلة قد أتعبتك أنت ومن معك، نرجو منكم البقاء هنا الليلة، لن تتأخروا إذا انطلقتم غدا. لقد أعددت مأدبة على شرفكم، تفضلوا أيها القائد على الرحب والسعة. شكرا جزيلا لكم، لقد أنهكتنا هذه الرحلة الطويلة، وآمل أن تأخذ السيدات قسطا من الراحة. كما تشاء أيها القائد كوان، تفضلوا من هنا. هيا. أشعل النار عند منتصف الليل تماما. ترى أين ينام القائد كوانيو؟ هناك. يا إلهي ما هذا؟ إنني أراك سيدي. أنا أكون بان تابع الحاكم وانغ. أدخل. لماذا أتيت إلي في هذا الوقت؟ كنت أقوم بجولة روتينية فقط، ولاحظت أن غرفتك مضاءة. عذرا، أعتذر منك. عائلة أخي نائمة الآن، فسهرت لحمايتها. هيا بإمكانك الذهاب. ما الأمر؟ أراك مرتبكا. أرجو المعذرة. ماذا أصابك؟ إن الحاكم وانغ من أقرباء أسرة هانفو يا سيدي، وقد طلب منا أن نضرم النار في هذا المكان كي نحرقكم جميعا انتقاما لأسرة هانفو. أنا المسؤول عن حراسة البوابة الجنوبية، سأفتحها لأجلك، أرجوك خذهم وغادروا بسرعة. وماذا عنك أنت؟ أنا سأشعل النار في المكان بعد أن تغادروا، بهذه الطريقة لن يعلم الحاكم شيئا. شكرا جزيلا لك، سأرد لك هذا الدين. أيها القاتل الجبان، سأنقلك درسا. عد من حيث أتيت يا وانغ تشي، فأنا لا أريد قتلك، ولكنني سأقتلك. هيا. سوف نصل إلى النهر الأصفر. هذا رائع. وصلنا أخيرا. وأخيرا وصلنا. توقف حالا، لا تتحرك. أنت كوانيو أليس كذلك؟ ها؟ أجل أنا هو. وما الذي أتى بك؟ أريد عبور النهر الأصفر لرؤية أخي ليوباي. هل نسيت ماذا فعل رئيس الوزراء من أجلك يا ناكر الجميل؟ أيها المغرور، لن أسمح لكم بعبور النهر الأصفر حتى لو كان هذا على جثتي. وهل تظن بأنك أقوى من يان ليانغ أو وينت شو كي تواجهني؟ لابد أنك تعرف ما الذي سيحدث لك إذا أوقفتني أيها الأحمق. بالنسبة لي لن تكون محظوظا معي، سوف أريك أيها المغرور. لقد قتلت قائدكم الآن، ولكن لا داعي للخوف مني. جهزوا القارب وساعدوني في عبور النهر. هيا. حاضر، نحن تحت أمرك. نحن في خدمتك، سنفعل ما تريد. سونكيان. أيها القائد كوان، لقد انتقل ليوباي إلى رونان. توقف يا كوانيو. سمح لنا رئيس الوزراء بالمغادرة، فلماذا تطاردنا؟ قمت بقتل الكثير من القادة، لا أعتقد أن رئيس الوزراء سيدع هذا الأمر يمر بلا عقاب. هيا توقفوا. ماذا تفعل؟ لا يمكنك أن تقاتله، هذا أمر رئيس الوزراء، وقعه بنفسه. ها تفضل.
أبلغه تحياتي وشكري. أيها القائد، أيها القائد، أنا تشو تسانغ حاكم قلعة جبل نيوتو. لقد سمعت عنك الكثير وأعرف أنك بطل شجاع، لذلك أتيت لأنضم إليك، وأرغب في أن أقود خيلك وأن أحمل السيف تحت رايتك أيها القائد. أنا أبحث عن أخي، لذلك لا أستطيع قبولك كتابعا لي. هيا انهض الآن. أرجوك أعطني السيف وأنا سأحمله عنك. كوان، إنه من الرجال المخلصين جدا، خذه معك كتابعا لك، سيفيدك كثيرا. خذ. سيدي، سيدي، أيها القائد، هناك عربة تاجر ستمر من هنا وفيها الكثير من المجوهرات. لا تنسى أني شقيق عم الإمبراطور أيها الغبي، ولا يمكنني أن أكون لصاً. سمعت أن التاجر أجبر فتاة للذهاب والعمل لديه وهو قريب لتساو تساو. كاذب. لكن متى حدث أن كذبت عليك أيها القائد تشانغ؟ إنه القائد تشانغ. الآنسة شياهو، لقد سمعت أنك مجبرة على الذهاب للعمل لديه. بما أنها راضية بالذهاب سأبقي على حياتك. من المؤسف أن توافقي على العمل لدى هذا الشخص. هيا بنا. هيا يا رجال، انطلقوا. هيا. لقد هرب جميع الحراس أيها القائد، يمكننا أن نعود ونأخذ الجواهر كلها. ولكن هذه سرقة. انطلقوا. هيا. أيها القائد، اقتلوه حالاً. قل لنا ما هو ذلك المكان. المدينة القديمة. ومن يحميها؟ كان وومينغ يحميها، ولكن القائد تشانغ فاي أخذها منه منذ مدة. ما؟ وبعد ذلك بدأ القائد تشانغ فاي بتجنيد الجنود للقتال ضد عدوه تساو تساو. سونكيان، اذهب إلى تشانغ فاي وأخبره بأنني أحضرت السيدات إلى هنا. حاضر. هيا. تشانغ فاي. أخي، ما بك؟ أيها القائد، أنا لا أعترف بأخ ناكر للجميل مثلك. تشانغ، كل شيء له تفسير، يجب أن تستمع إلي أولا. تشانغ، لا تظلم أخاك، لقد فعل هذا لحمايتنا، أرجوك لا تلقي باللوم عليه. اسمع، إنه يريد أن يمسك بي بأمر من تساو تساو. سوف أخذ السيدات إلى المدينة بعد أن أقتلك أولاً. قل لي، لماذا لا أستخدم القوة معك إن كنت أريد الإمساك بك؟ ها؟ انظر.
ليس لديك ما تقوله الآن. انتظر أيها الوغد الجبان، سوف أقتلك وأثأر لابن أخي منك. انتظر. إنه كايانغ قائد عند تساو، دعني أقتله ليثبت لك ولائي. لا عليك ليوباي فيرونان، علينا أن نجده بسرعة قبل أن نفقد أثره مرة أخرى. دعنا نذهب الآن للعثور على شقيقنا الأكبر. بل عليك البقاء هنا لحراسة السيدات. سيدي، هذه أرض يوان شاو، سأرسل خبرا لعمي الإمبراطور، أرجو أن تنتظرني حتى أعود أيها القائد. حسنا، انتبه لنفسك. هيا. أنا سأنتظر هنا، نادي على أصدقائك القدامى، أريد أن أراهم جميعا هنا. حاضر. سيدي، أيها العم سونكيان، أنت؟ كوانيو؟ نعم أخي. أخي ليو. أخي أخي، لقد اشتقت إليك. قل لي، كيف استطعت الهرب من يوان شاو؟ لقد كانت الفرصة سانحة أمامي بسبب القتال الناشب بين تساو واليو بياو. أها، تقبلوا إخلاصي. تابعك؟ أجل، إنه تابعي، ولكنني أعتبره كابن لي، وهو سيكون تابعك المخلص أيضا يا أخي الكبير. هيا نهض أخي كوانيو، أصبح لديك ابن تعتمد عليه. ماذا حدث؟ لقد تعرضنا جميعا للضرب على يد شخص يقتدي ثوبا أبيض، ولقد استولى على جبل وونيو يا سيدي. هيا قل لي، ما اسم ذلك الرجل؟ لقد طردني قبل أن أسأله عن اسمه، وتعامل معنا بقسوة شديدة يا سيدي. هيا اذهب والقي نظرة. اخرج وواجهنا أيها الجبان. زيلونغ، القائد ليو، هيا قف يا أخي، لم أتوقع أن ألتقي بك هنا أبدا. لقد هزم القائد غونغ، وبعد أن توفي حاولت جاهدا العثور عليك أيها العم، ولكن دون جدوى، والآن من حسن حظي أن ألتقي بك هنا يا سيدي. رب صدفة خير من ألف ميعاد، وإن هذه الصدفة رائعة جدا. أيها الرجال، سنتحالف معا وسنكون الأقوى مع عم الإمبراطور. You're mine!
شانغ. لقد تعاهدنا في بستان الخوخ. رائع، ها نحن هنا نجتمع فيه مرة أخرى يا إخوتي. من المقدر لنا أن نجتمع هنا. سنقيم مأدبة بهذه المناسبة، سنحتفل هنا في بستان الخوخ، فما رأيكما؟ موافقان؟ أجل. تحياتنا للعم. سامحيني فقد عانيت كثيرا بسببي. لولا كوانيو لكنت قطعت الأمل من رؤيتك، فقد واجهنا في طريقنا الكثير من المصاعب. لحسن حظنا ها نحن نلتقي أخيرا متحابين ومتعاونين ومتحدين سوية. من تكون هذه الفتاة يا تشانغ فاي؟ أنا شياهو جوان، احترامي لك أيها العم ولأخيك القائد المنتصر كوانيو. والد شياهو جوان أرسلها للعمل عند شخص وطيع، ولكنني أنقذتها. لم أكن أقصد الغرور. سيدي، يبدو أن اليوباي قد التقى مع كوانيو. سوف أذهب شخصياً وأمسك بذلك الرجل المخادع. سيدي، لدي فكرة أفضل. ما هي هذه الفكرة؟ عدونا الخطير الآن ليس القائد اليوباي، ولكنه تساو تساو. الأمل والعناء طيف أطل كالرجاء، ظلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. بين الأمل والعناء ضيف أطل لك الرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا كالأمان، أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غداً.